السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم على يوم الأحد 16/10/2022 في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي. متابعين الكرام، لأول مرة زورنا في قناة، انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. اليوم انتر ميلان فازت على سالرنتانا 2-0، أحرز الهدفين لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 14 ونيكولو باريلا في الدقيقة 58. لاتسيو تعادلت أم أودينيزي 0-0، سيبيزيا تعادلت أم كريمونيسي 2-2، أحرز هدفي سيبيزيا زولا في الدقيقة 19 وهولم في الدقيقة 22. هدفي كريمونيسي عن طريق سيرل ديسرس في الدقيقة الثانية وتشارلس بيكيل في الدقيقة 52. نابولي فازت على بولونيا 3-2، أحرز هدف نابولي خوان جيسوس في الدقيقة 45 وهيرفين غلوزانو في الدقيقة 49 وفيكتور يوسيمين في الدقيقة 69. هدفي بولونيا عن طريق جوشا زركزي في الدقيقة 41 وموسى بارو في الدقيقة 51. هيلاس فيرونا خسرت من ميلان 1-2، أحرز هدف هيلاس فيرونا كوراي غونتر في الدقيقة 19، هدفي ميلان عن طريق ميغيل فيروسو، هدف المرمى بيلعب لهيلاس فيرونا في الدقيقة 9 والهدف الثاني عن طريق اللاعب ساندرو تونالي في الدقيقة 81. متابعين الكرام، بكرة بإذن الله تعالى الاثنين 17/10/2022 عندنا آخر مباراتين في الجولة. سيب لك الفيديو بخاص بمواعيد المباريات في هذه المنطقة. دلوقتي خلينا نتعرف على ترتيب أو المباريات السابقة. الجولة بدأت أمس السبت 15/10/2022، إمبولي فازت على مونزا 1-0، تورينو خسرت من يوفنتوس 0-1، وأتلانتا فازت على ساسولو 2-1. خلينا نتعرف على ترتيب الفرق وترتيب الهدافين. متابعين الكرام، متصدر الدوري المركز الأول نادي نابولي ب 26 نقطة، أتلانتا المركز الثاني 24 نقطة، ميلان المركز الثالث ب 23 نقطة، لاتسيو المركز الرابع 21 نقطة، أودينيزي المركز الخامس ب 21 نقطة، روما المركز السادس ب 19 نقطة، إنتر ميلان المركز السابع ب 18 نقطة، يوفنتوس المركز الثامن ب 16 نقطة، ساسولو المركز التاسع ب 12 نقطة، إمبولي المركز العاشر 11 نقطة، تورين المركز 11 ب 11 نقطة، سالرنتينا المركز 12 ب 10 نقاط، مونزا المركز 13 ب 10 نقاط، فيورنتينا المركز 14 ب 9 نقاط، سيبيزيا المركز 15 ب 9 نقاط، ليتشي المركز 16 ب 7 نقاط، بولونيا المركز 17 ب 7 نقاط، هيلاس فيرونا المركز 18 ب 5 نقاط، كريمونيس المركز 19 ب 4 نقاط، وسامبودوريا المركز 20 والاخير ب 3 نقاط. متابعين الكرام، بالنسبه لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين شير اوموبيل لاعب لاتسيو المركز الاول بستة اهداف، المركز الاول مكرر دوشان فلاوفيتش لاعب يوفنتوس وماركو ارناوتوفيتش لاعب بولونيا، المركز الثاني باولو ديبالا لاعب روما بخمسة اهداف وبيتو لاعب اودينيزي وكفرداس خيليا لاعب نابولي، المركز الثالث ادمولا لوكمان لاعب اتلانتا اربع اهداف ولوترو مارتينيز لاعب انتر ميلان واوليفيجيرو لاعب ميلان ورافائيل لياو لاعب ميلان واتيوان كومبينيرز لاعب اتلانتا وزولا لاعب سيبيزيا وبلايديا لاعب سالرنتانا وروبيلاتو لاعب ليتشي. متابعين الكرام، بالنسبة لمتصدر صناعة الاهداف، المركز الاول سيرجيو زافيتش لاعب لاتسيو صنع 7 اهداف، المركز الثاني دولوفيو لاعب اودينيزي صنع 6 اهداف وروبرتو بيريرا لاعب اودينيزي صنع، المركز الثالث لاعب اودينيزي صنع 5 اهداف والمركز الرابع لورينزو بلغريني لاعب روما صنع 4 اهداف. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.